الأندية الشعبية والرعاة مع الأندية الشعبية يتجهوا لمين؟ يتجهوا لفريق عنده بطولات، عنده جماهيرية، عنده استقرار، ولا إيه اللي يحصل في نوعية التصرف ده من خلال طبعا حاجة الأندية الشعبية دي للأمور المادية بشكل كبير في الفترة القادمة؟ أستاذ أيمن تحياتي ليك. مساء الخير عليك، وكل سنة وحضرتك طيب، وكل سنة وشعب مصر وكل مشاهدينك وأستاذ جمال حبيبي وأخويا خير يا رب، ويجعلوا عيد سعيد علينا جميعا يا رب العربية والعالم كله إن شاء الله. كل سنة وأنت طيب. سمعتني؟ سمعتك. أنا قلت فرصة بقى، أيمن مش موجود، أنتوا بقى قاعدين تتكلموا في الرعاة بقى. لا والله هو السؤال، هو احنا دخلنا بدري لان فعلا احنا مع بعض وخدتوا الأندية الشعبية كده في موضوعات كتير جدا، و يعني بنلحقش نطرحها الحقيقة، لكن ما كنتش اعرف. بس ان النهاردة انتوا دخلتوا بدري على قلت بقى انتهز الفرصة. فرصة. قول لي بقى، قول لي قول لي قول لي ايه اللي انت شايفه في فكرة ال لا انا وكان استاذ جمال بيتكلم على الاهلي. انا استوقفني الاهلي كنموذج قوي. لا ما حدش يقدر ينكر الاهلي كنموذج. الاهلي نقدر نقول عليه فريق او نادي عالمي او نادي بفكر اوروبي في قارة افريقيا او في مصر. لكن انا لما بنتكلم على المنافسة، والاستاذ جمال كان اللي استوقفني يعني انه الاندية الشعبية مش لاقي حقها او مش عارفة تنافس، لانه دي امكانيات. يعني انا بلاش اقول لك اديني امكانيات الاهلي جماهيرية ولا الشعبية. لا اديني الامكانيات المادية. ايوه يعني اديك امكانيات الاهلي المادية والشعبية. طب ما هو في لا اندية عندها جماهيرية على فكرة. لا انا ما بتكلمش يعني الجماهيرية. خلي الجماهيرية على حق. دلوقتي الكرة صناعة، الكرة اموال. اديني مال. يعني احنا المسابقة عندنا في مصر كلها غلط، مع احترام اللي بيدور الكرة في مصر او الرياضة في مصر عموما. يعني ما بتجيبش مداخيل، الاندية بتصرف، هي اللي بتتحمل. طب الاهلي جاب مداخيله ازاي؟ ما هي دي. لا ما هو انا قبل ما اوصل قبل وتراكم بطولات وتراكم حاجات كتير جدا. بص أنا بقى مش عنده الجانب المادي. أنا مش وفي مراقبه من الجمعيه العموميه بشكل محترم. انا احنا بنتكلم ثابت 4 سنين. احنا بنتكلم على عشان تبقى في منافسه حقيقيه، لما يبقى في تكافؤ وفي المنافسه او في الامكانيات. تمام. طول ما احنا ماشيين بالشكل ده مفيش غير الاهلي، ودلوقتي مثلا نقول دخل جنبه بيراميدز شويه ووقوع الزمالك كمان ماديا. فانت عشان تعمل مسابقه ومنافسه حقيقيه لابد الانديه الشعبيه لابد انها تكون موجوده وموجوده على الساحه. بقى دعم من الدوله، من المحافظه، توجيه المستثمرين اللي عايزين يشتروا انديه يروح للانديه الشعبيه. طبعا. انا بناشد وزير الرياضه وبناشد رؤساء الانديه، افتحوا المجال واعملوا تجربه بيراميدز بس بشكل اخر للانديه الشعبيه. الانديه الشعبيه هات مستثمر عربي، مستثمر اجنبي، زي الانديه اللي في انجلترا وبريطانيا والدوريات الاوروبيه بيشتري. مش شرط جماهير مانشستر سيتي هي جماهير مانشستر سيتي، وهم هم الناس ونفس الاستاد ونفس التيشيرت ما بيغيرش. لكن انت اديني عشان اقدر اشتري لعيبه محتاج اموال. الدوري ما بيدينيش اموال، المسابقه ما بتدينيش اموال. اولا لا في جمهور ولا في رعايه ولا في اعلانات ولا في اي كلام. انا عشان اعمل ده لحد ما ربنا يريد يعني، ونفتح الجمهور ونعمل تسويق والكلام ده، انا هقدر انافسك، هقدر اعمل فيه. يعني استاذ ايمن انت كده بتقول ان النادي الاهلي هو الاوحد في مصر في الجانب الخاص بالرعايه والتفاصيل والقوه يعني. طب ليه دايما بنقول اهلي وزمالك؟ ليه دايما بنقول اهلي وزمالك؟ عشان التاريخ كان بيقول الاهلي والزمالك هم عصب. بص ما اقدرش اقول الاهلي وحده. ليه؟ لان انت الاهلي مش هتلعب وحدك مع نفسك، لابد ان يكون في منافس ليك أو منافسين. أو منافسين. ما أنا عشان كده بقول لك كنت هقولها يعني. المنافسين دول هم اللي بيخلقوا المنافسة. أنت كجمهور الأهلي إن لم يكن هناك منافس زي الزمالك مش هتشعر بالفرحة. يعني أنت لو مفيش حد بينافسك وياخد منك البطولة سنة أو اتنين أو كام. هل مفيش انتباه لحاجة زي كده؟ مين؟ هل إحنا مش منتبهين لحاجة زي كده؟ إحنا مش منتبهين طبعًا. طب هل ده هو احنا منتبهين؟ لو منتبهين اللي وضع الجدول مباراة الاهلي
مع منتخب السويس في الكاس يحطها في توقيت مباراه مصر منتخب مصر والاولمبي. هو انت عاوز الجمهور الناس يتفرجوا على ماتش مين؟ يعني بعد نص ساعه كل الناس نسيت المنتخب الاولمبي وبتقول لي انا بعمل للدفاع عن الكره المصريه وانتشار ورفع المستوى الكره المصريه. هفوا هفوا وكل